عادل من السويس كان عامل حادثة، مركب شرايح ومسامير في ظهري من امتى يا عادل؟ من يوم 1/9، من يوم 13/8 عملت الحادثة 13/8. يعني الدكاترة في السويس يعني ما بشرونيش بالخير، وانا قاعد قدام فرات ازهري فسمعت الدكتور. بعد الحادثة ايه كان احساسك او شعورك؟ او بعد الحادثة كان الجزء اللي فوق هو اللي متحرك فقط لا غير، يعني كنت حاسس بالجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت كان يعني رجل واحدة بس كان فيها إحساس، رجل الشمال بس، الباقي جسمي كله ما كانش فيه أي حركة. انت قلت لي كلمة بعد الحادثة كنت ايه؟ ما كنتش كأني كأني ولا حاجة. أنا بعد الحادثة حسيت إن أنا خلاص كده يعني انتهيت، ما كانش فيه انت حركة قلت لي أصلا. كنتش بتعرف تلف على السرير. ما كنتش بلف على السرير. كنت بتلف على السرير ازاي؟ بلف على السرير بملاية. يعني لازم كان يحط لك ملاية عشان تعرف. لازم يحطوا لي ملاية تحت مني ويتربعوا يشيلوني ويلفوني على السرير. انا دلوقتي ممكن الف على السرير، اقف او اقعد على السرير. انت جيت اسيا من امتى؟ جيت يوم 1/9، قابلت اول ما قابله مع الدكتور وليد يوم 1/9. طب حقنا كم مرة في آسيا؟ حقنت النهارده دي سبع حقنة. سبع حقنا. على فترات متباعده، بس انا يعني كان في معايا مشكله من 1/9 لحد دلوقتي، ان انا كانت في جلطه جت في رجلي اليمين، فعطلتني شويه، عطلتني بتاع شهر، عشان كان ممنوع من العلاج الطبيعي، ممنوع من اي حاجه، حد يلمس رجلي. طبعا جلطه الرجل الناس كلها عارفاها، ممنوع اي حد حركه لغايه ما خفت. وكملنا علاجنا تاني في آسيا. بدات اتابع تاني مع اسيا. جيت النهارده اهو قاعد اسبوع، كل شهر باجي يوم في الاسبوع، ممكن احن والنهارده وبعده كل شهر اجي اقعد اسبوعين. بتيجي كل شهر اسبوع في آسيا. طب حاسس ايه بعد الفترة الصغيرة لا لا دي؟ لا، الحمد لله دلوقتي الحمد لله بقوم على السرير لوحدي، ممكن انزل اقعد على السرير كده بلدي رجليا واقعد كده قاعده لوحدي، بمشي على المتوازي، بمشي على المشايه لوحدي، الحمد لله فضل الله تعالى، الناس هنا عاملين معايا الواجب الصح. ايه رأيك هنا جوه آسيا الدكاترة مع بعض؟ الدكاتره هنا في اسيا كلها يعني تحس ان هي دكتور واحد، مش مهم انك تخش عند دكتور علاج طبيعي، مش مهم تخش عند دكتور قلب، مش مهم تخش عند دكتور وليد، مش مهم تخش عند دكتور بتاع الحق، لا، انت هنا كل الدكاتره كلها واحد، كلهم بيشاركوا بعضهم في الحاله في بيئه. يعني مثلا لو عندي مشكله تبص تلاقي كل الدكاتره ملمومه عليا، بتكلمها دكتور واحد بيتكلم بتحل مشكله واحده. انا مبسوط ان هم شغالين كلهم فريق واحد، يعني دكتور القلب ده ما شاء الله عليه اللهم صل على النبي، دكتور العلاج الطبيعي، دكتور الحق، دكتور وليد بيتابع الحاله كل يوم كل ساعه، اي تطور بيبدا يديني علاج يديني بتاع، عندي اي شكوى في البيت بتصل عليهم على طول، برد عليا، مفيش حد بيتاخر عليا في حاجه والله. ربنا يطمنا انا عليك. هنا يعني الحمد لله، انا اول مره اخش مكان بحس ان الدكاتره كلها دكتور واحد، شغالين كلهم فريق واحد، عاوزين يرفعوا المريض نفسه، مش عاوزين ينزلوا المريض، لا، احنا مش جايين هنا عشان تقلق، احنا عاوزين نتائج، عاوزين نشتغل هنا، عاوزين نتائج. عندها قطع في النخاع حالات إعجازية، حالات عاوزة مؤسسة ضخمة تعالجها. الدكتور معايا دكتور نادر اللي هو استشاري الشيخوخة والقلب، كل الناس الأساطر دي فيها مشاكل عندها. كل الناس دي عندها درجة حرارة بترتفع بالليل، كل الناس دي عندها التهابات، كل الناس دي عندها شاشة. الناس دي كلها لازم نظبط الكلام ده في أول يوم. يعني دي وان ده أول يوم، ده أهم يوم، ده اللي بيظبط فيه كل حاجة. لازم افحص اشوف المفاصل، المفاصل فيها تاكل ولا لا، القطع الدرجه بتاعته ايه، درجه كام بالظبط، فاني فقره، ايه التوقع، ايه البرنامج، كل واحد ليه برنامج مختلف. الحالات دي بتاخد مجهود خرافي عشان تقدر توقف الحاله دي. اشتغل معاه حوالي فوق الثمان دكاتره، تسع دكاتره عشان توصل لكده. طب سوري يا دكتور، هو لما راح لاطباء في السويس هل هم يعني يريحوا نفسهم منه، ولا هم فعلا عاجزين عن ان هم يقدروا يديروا 1% امل؟ الـ سؤال مهم بصراحه. كل الكراسي اللي جات لنا في اسيا كان في رد واحد من كل دكتور، انت مش هتمشي تاني. انت مش هتمشي تاني. يعني ده ما كانش عارف يقلب نفسه، يعني مش يعني انت ما بتتكلمش على قاعده، ده كان قاعد وانت وقفته وبعدين مشيته، ده ما كانش بيعرف يلف نفسه، يعني متصورين المدى. فالمشكله كبيره.
8 دكاتره اشتركوا في علاج عادل. كل الاشعه كانت بتدخل لنا، كلنا بنقعد نعمل اجتماع عشان حاله زي كده نعرف نحط لها بروتوكول علاجي. طبعا العلاج اللي احنا بنعمله في اسيا مش موجود الا في اكبر مستشفيات في العالم. وبالتالي الحمد لله اخلص كويس، فريق يحب بعضه، العلم دايما بنقول العلم هو اللي هيتكلم، احنا مش هننهض الا بعلم وبدكاتره وفريق كبير محترم. تمام.